ما بنعرف الأطفال كلها بشكل عام بيكون عندها نهم لتعلم المعرفة، وخصوصا بالسنوات الصغيرة اللي هي ببلش الطفل يسأل فيها شو في حواليه بمختلف الوسائل، إن كان إشارة وما غيرها، إلى أن يبدأ يتعلم الكلام ويختلف فضوله بشكل كتير كبير. أكيد سلمى، اليوم بفقرتنا رح نحكي مع مدربة الحساب الذهني عفراء صالح عن أهمية البرامج اللي ممكن فعليا نستثمرها مع طفلنا لتطوير تفكيره ومهاراته. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية نبلش مع حضرتك، اليوم لما بنقول مهارات فكرية عند الطفل، يعني مصطلح كتير كبير ولكن كتير مهم، إمتى بتبلش تنمية المهارات الفكرية عند الأطفال؟ أنو سن كمان بالتحديد؟ أول شيء مهارات التواصل هي جزء مهم وأساسي بحياة كل طفل ليتطور ليصير عنده خبرات أكثر. فالمهارات بتساعد على التفكير، على التعامل مع الصور بأكثر منطقية وابتكارية، يعني بتطور وبتعزز عنده القدرة على التعلم، على الثقة بالنفس، اعتماده على ذاته أكثر. ولازم تكون بمرحلة مبكرة من الحياة، لأنه بتحسن عنده القدرة التعليمية والاجتماعية بشكل أفضل، حتى بتنمي عنده الذكاء العاطفي والاجتماعي. فعليا نحن بنقول قديش مهمة المرحلة الأولى أكيد. للطفل والسنوات الأولى في تنمية فعليا شخصيته وفكره ومهاراته طبعا. لما نقول ايمت فعليا أنا فيني طبق هاي البرامج على طفلي، نحن بنعرف تحت الأربع سنوات صعب نوعا ما هذا الموضوع، بس بالأربع سنوات فعليا بيكون نوعا ما شخصيته اكتملت، اكتسب بعض المهارات طبعا. فعليا فيك تناقشي وتحاوري. شو هي أهم البرامج اللي ممكن أنا بلش فيها مع طفل؟ لما نقول حساب ذهني بنعرف قديش هلأ بالآونة الأخيرة عم نسمع قديش أخذ مساحة كتير كبيرة وقديش فعليا عم يأثر على تفكير الأطفال، وفي كتير أمهات اليوم بتقلك أنه أنا ما فيني لا دخله دورات ولا فعليا جيب مختص، ففيني أنا طبق هاي البرامج بالبيت. في عدة مهارات مثل ما قلنا، الحساب الذهني، برنامج الذاكرة، أكثر من برنامج في يشتغل عليها الطفل، منه الحساب الذهني اللي هو مادة كتير أساسية ومهمة اللي فيها بيحسن الطفل مهارة العد بلا ما يستخدم آلة حاسبة أو حتى القلم الورقة أو هي المادة التعليمية بالمدرسة تبعد على أصابعك أو أحسب ذهنيا، فهي كتير مهمة حتى تساعده يحسب ذهنيا، حتى بتقوي الخيال عنده التركيز، بيصير قادر على تحسين الخيال والإبداع، يعني إبداع عنده، وبتطور المهارات الرياضية بشكل عام. طيب نحن لما عم نحكي عن الحساب الذهني، هل هو يعتبر المساحة الوحيدة اللي ممكن هي تساعد الأطفال بهذا العمر، ولا لا لازم لما يتعلم حساب ذهني يتعلم معه مهارات أيضا أخرى هي ممكن تساعده أكثر على المهارات الفكرية؟ طبعا هو بحاجة لعدة مهارات لحتى يطور الدماغ عنده، برنامج الذاكرة، في الحساب، عاد عن الحساب الذهني عفوا، الرياضيات المدهشة اللي بتعلم فيها جداول الضرب عن طريق اللعب، أو مثلا أسرار الأرقام، جذور التربيع، بس كله هذا عن طريق اللعب لو بعمر صغير. طيب شو هي يمكن أهم النقاط اللي فيني بلش فيها؟ يعني هلأ نحن عم نحكي نوعاً ما عموميات، خلينا نبسط شوي لكل الأمهات، طريقة التعليم مثلاً لما عم تقولي أنت برنامج الذاكرة عن طريق الرياضيات، شو هي الأسس الأساسية؟ يعني خلي لكل أم هلأ عم تتابعنا، أنا بقول لها مثلاً برنامج الذاكرة اشتغلي 1 2 3، يعني لما نحكي عن شيء ما يتعلق بالرياضيات فيك تشتغلي 1 2 3، يعني نبسط لها إياها بشكل أوسع. هلا اكيد باستخدام الالعاب، اول شيء اليوتيوب موجود دائما للاهالي اللي ما بتقدر مثلا تسجل، في برامج خاصه بهذا الموضوع، في عده العاب منها بطاقات تكون موجوده مرسوم عليها كل بطاقه وشو قفا، مثلا عدد الخرزات، كل خرزه شارحين شو هي، فهذا الشيء كثير بيساعد بالبيت، يعني حتى هذا الطفل على طريقه الالعاب تفاعليه تماما، العاب تفاعليه حتى يقدر يساعد ويطور عنده هاي المهاره. اكيد يمكن نحن وصغار كانت من أكثر الوسائل اللي يستخدموها الأهل معنا اللي هي المجلات أو القصص المصورة، خلينا كمان نحكي عن أهميتها، واليوم هل اختلفت بين أنها تكون إلكترونية أو هي مكتوبة يعني مقروءة مثل ما بنعرف ورقية، أنه الأفضل شو اللي بتحفزي أكثر؟ اليوم في كتير برامج مفيدة لكن إلكترونية، وفي اختصاصيين بيقولوا أنا ما بحب مثلا أنه من عمر صغير يبدأ يتعود على التاب أو غيره من ذلك، لأنه صح هو فيه إيجابيات ولكن
ولكن ايضا فيه سلبيات. شو راي حضرتك؟ انا اكيد مع الشيء الغير الالكتروني يعني الشيء اللي بيتعامل فيه الطفل ورقيا يعني بيمسك بايده يعرف يمسك صح يصير يبلش يهجي هيك هو بينبسط اكثر غير الشيء الالكتروني اللي هو مو ملموس. فاكيد انا مع اليدوي اكثر. طيب عفراء احنا بنعرف انه في كثير مهارات مختلفه عند الاطفال وفي فروق فرديه عند الاطفال. بنعرف في حدا بيكون حسي حدا بصري حدا سمعي، كيف فينا نحفز هاي المهارات يعني ضمن اي جزء؟ يعني لك انا فيني احفز الذاكره والخيال عند الطفل لانه هو مثلا بيروح ميال للشيء البصري او الحسي اكثر، الطفل الاخر بيكون الموضوع مختلف بالنسبه له. هلا المهارات طبعا اكيد في كل الاطفال اذكياء بس بتختلف مثل ما قلنا من طفل لطفل بحسب قدره الاستيعاب. بس بالمهارات ليش نوجدت؟ نوجدت حتى ننمي او تحفز الدماغ على يتكون بشكل صحيح، حتى نوجدت هي المهارات حتى تساعد ترفع عمل الدماغ اكثر، حتى يعرف الطفل بنفس الوقت كيف يستخدم هذا الذكاء الموجود عنده يعني يستثمره بشكل صح ويسعى لتطويره اكثر. طيب اليوم نصائح انت بتحبي توجهيها يمكن لكل الامهات وخصوصا يلي عم تبدا مع اطفالها، حضرتك قلتي انه من عمر صغير نحن بنقدر نبلش حتى يمكن اول ما يدخلوا قبل ما يدخلوا الحضانات وغيرها، شو بتحبي النصائح اللي توجهيها كيفية أنا استشعر شو عم يتعلم وكيف ساعده بهالمرحلة؟ أكيد بننصح الأهل فوراً يعني ما يترددوا بوقت يسمعوا بشيء اسمه مهارات فكرية للطفل، يسجلوا ينموا هذا الشيء لأنه بالنهاية الطفل ما بيعرف الشيء الإيجابي والسلبي لحياته. صحيح. أكيد فبدهم مين يشجعوا، لازم يكون هذا الوعي عند الأهل لتحسن هاي المهارات عند الطفل ليصير بيقدر يعني يستثمر وقته بشكل صح ويتعامل يعني بحياته الطبيعية. طيب عفراء احنا بنعرف انه في كثير من الاهالي يمكن بيوقعوا باخطاء شائعه بتنميه مواهب ومهارات اطفال، وانه في اهالي بيضغطون يعني خلينا نحكي عن هي الجزئيه، بتلاقي مثلا في اهالي بيسجلوهم باكثر من معهد، في اهالي طول الوقت عندهم شغل طول الوقت عندهم لعب وتمرين، هي كمان بياثر على هي المهارات يعني قديش مهم استثمرها بطريقه صح. وشو هي اكثر الاخطاء الشائعه اللي بيوقعوا فيها الاهالي في تنميه مهارات طفلهم؟ الأكثر الأهالي بتقلك إنه هدول المهارات ما بتساعد شيء، كل الأطفال مثل قبل مثلاً كبرت وصارت بلا ما يكون عندها مهارات. لا، هي المهارات هلأ وخاصة نحن بجيل جديد يعني وكل شيء عم يتطور، فكل هي المهارات موجودة والمراكز كثيرة يعني ومدربين موجودين لحتى يطوروا هذا الشيء عند الطفل. فلا بنصح إنه دائماً يسجلوا فوراً يعني. طب الضغط على الطفل قد بيأثر؟ بيأثر يعني كثير لأنه حيروح متردد ومو مبسوط أبداً، حينعكس على حياته يصير عنده ردة فعل تجاه أي مادة أو حتى بالمادة الدراسية إذا كان بمدرسة يصير عنده ردة فعل تجاه المدرسة. طيب أنا كيف بكتشف شو في مواهب مثلا عند طفلي بدي نميها فبالتالي هذا الشيء بيساعده؟ لأنه اليوم نعرف أحيانا الطفل اللي بيكون متميز بشيء معين هذا الشيء بيساعده إذا أنا دعمته إنه هو كمان يشتغل على باقي المجالات. من طريقة لعبه بالبيت يعني تصرفاته شو بيحب، في ميال أطفال ميالة للرسم، في أطفال ميالة للرياضيات بتلقط فورا مثلا. فنحن بنعرف إنه هو ميوله هون، ميوله موسيقى، ميوله رسم، فنحن يعني ننمي هذا الشيء مو نتركه إنه والله كل الأطفال هيك، لا أكيد عنده شيء مميز يعني. صحيح. حتى عم يشتغل بهي الطريقة. طيب بما أنك مدربة حساب ذهني عفراء وبتواصل تام مع الأطفال، بتحسي هذا الجيل فعليا هو أذكى يعني من الجيل السابق وسابق عمره، شو اللي بيميز هيدا الجيل اليوم؟ يمكن لانه كل شيء قدامه صار متاح يعني كل شيء صار وعي على شيء طلباته دائما مستجابه، الالعاب الالكترونيه الموجوده دائما، انواع المعرفه توسعت تماماً عنده كمان اكيد مصادره. صار كل شيء كل ما في كمان التقليد يعني انه انا رفيقي سجل انا هذا عمل انا بدي اقلده مثلا، فهذا الشيء عم بيكون عنده عم يصير من وراء هي القصه يعني عم يصير عنده تطور، صار عم يصير عنده من جوا حافز انه يشتغل على هي الماده بحب اكثر، فبنلاقي هي النتيجه عند هذا الجيل. طيب كمان عفراء اليوم خلينا نحكي شوي عن الوسائل اللي موجوده بايدين الاهل ان كان من الالعاب اللي صارت موجوده كثير هي الالعاب التعليميه وغيرها من الألعاب التحفيزية، كمان شو بتنصحي يكون استخدام هذا الشيء وبأي عمر؟
اكيد من عمر الاربع سنين. هلا لكل عمر طبعا، حتى بالسنه في لهم العاب يعني محدده، بس من ثلاث سنين في ثلاث سنين اربع سنين كل حدا له العاب معينه بتساعده لحتى يتطور اكثر مرحله ورا مرحله. بالختام خلينا نعطي بعض النصائح لكل الاهالي اللي عم يتابعونا، قديش مهم اليوم دورهم في تنميه مهارات طفلهم وتطويرها بشكل مستمر. مثل ما حكينا يعني هي كثير مهم بهي الايام الاطفال يكون عنده اطلاع على جميع المهارات، طبعا اكيد بمساعده الاهل، ولازم يعني دائما ما في كل ما سمعنا بفكره برنامج جديد نسعى انه نطور اطفالنا، لانه هنن يعني مثل ما قلنا ما بيعرفوا مصلحتهم او الشيء المفيد لهم. هذا الشيء هذا الوعي لازم يكون هلا صار كثير كبير عنا. اكيد بالختام نشكرك لوجودك معنا وكل المعلومات اللي قدمتي لنا، شكرا لك. يعطيكم العافيه. شكرا لكم. مدربه الحساب الذهني عفراء صالح، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم.